طلابنا عيني بالمرحلة الرابعة، محاضرتنا اليوم الـ Family Centered Approach. هذا الـ Approach طبعا متبع بالـ Community Health Nursing. يعني شنو Approach؟ ومعناها منهج أو طريقة أو موديل أو نستخدمه إحنا في مجال الـ Community Health Nursing. Family Centered Approach. Why such approach in Community Health Nursing؟ طبعا هذا سؤال انتو راح اترككم يعني بالمناقشة من خلال المحاضرة نجاوب عليه. تعريفنا للفاميلي، هناك عدة تعريف للفاميلي. طبعا الفاميلي as a client، family is treated as a set of interacting parts and assessment of the dynamic among these parts is emphasized. يعني شنو معنات community as a client؟ احنا من نقول community as a client او family as a client، هذا الجروب نتعامل بها as a client، لانه حتى تكون ال services مالتنا هي unique services وهي focus services. يعني نعتبرها a client، هذا ال client على الرغم من هال البارت اللي هي دايناميك بارت، ولكن نتعامل ككتلة واحدة or integrated بارت، نتعامل ويا هذه الأجزاء متصلة مع بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها. لذلك احنا نقول community as a client، يعني الغرض من إته انه هذه على الرغم هذه البارت اللي تتكون من إته الفاميلي as social system or basic unit of social system مختلفة في الأجزاء أو اللي هي دايناميك في أصلها، ولكن إحنا نعتبرها as a client لغرض إنه الفوكس سيرفيسز وأيضا اليونيك سيرفيسز. الديفينيشنز أوف، عندنا تعريف عديدة للفاميلي. التعريف القانوني يعني النظرة القانونية للفاميلي هي تركز لنا على الريليشن شيب القانونيه، يعني من خلال بلد تايز، رابطه الدم او الادوبشن او الجاندرشيب، يعني الوصاية او التبني او المارج. يعني هذا التعريف القانوني انه تكون وجهه قانونيه يركز على العلاقات من خلال اللي ترتبط من خلال البلد تايز او الادوبشن التبني او الجاندرشيب اللي هي الوصاية. البيولوجيكال ديفينيشن فوكسز على البيرفيشويتينج، المحافظة على النوع، المحافظة على السبيشيز او النوع. السوشيولوجيست اللي هو التعريف علم الاجتماع يعرفون الفاميلي as group of people living together، مهما اختلفوا يعني هذا الجروب المهم يكونون العيش سوية ايا كانت هوياتهم ايا كانت رابطة الدم مالتهم. فالمهم انهم living together، اي شخصين او ثلاثة يعيشون مع بعضهم تسمى family. psychologist التعريف اللي هو علماء النفس يعرفون الجروب of يعني two person or more than، ولكن شنو تربطهم؟ strong emotions، رابطة العاطفة. يعني أي أشخاص تربطهم رابطة العواطف يعني إذا نسميهم أسرة. الـ traditional definition، التعريف التقليدي للأسرة، إنه الزواج اللي هو legally، الزواج القانوني بين الرجل والمرأة وإنجاب الأطفال، هذا نسميه إحنا الـ traditional يعني definition. على العموم ايا كان يعني الرابطه، هل هي كانت رابطه التبني او رابطه المارج او رابطه الريزيدنس توجذر، فنعرف الفاميلي هي جروب اوف تو اور مور بيرسون ريليتد باي، يعني عباره عن شخصين او اكثر ريليتد باي، مرتبطين بواسطه اما الولاده، المارج، التبني، الادوبشن اند ريزيدنت توجذر. يعني ايا كانت هذا التعريف اللي مرت علينا سواء الايموشنز يرتبطون بليفنج توجذر، يرتبطون بالبلد تايز،
يرتبطون باللي بمكتوبة دار، يرتبطون بأي رابطة من هذه الروابط حسب العلوم. فإذا هي نعتبرها إحنا أسرة، نعتبرها فاميلي أو نعتبرها هي أسرة. أيضا يعني despite its changes and increasingly diverse nature remain the basic social، على الرغم من هذه الاختلافات أو على الرغم من هذا ال change اللي هو undergo change، الأسرة في تغيير مستمر ولكن إحنا نعتبرها هي ال basic social unit. فإذا كلمة أو word of family هي refers to or more persons who are related in any way biologically, legally or emotionally. التعريف اللي مرت علينا، إذا تعريفنا للأسرة هي it refers to two or more persons related by biological, legal or emotional whatever كان الرابط. فإذا إحنا نعتبرهم family أو نعتبرها family. إن التيرم يعني التيرم مهم إنه نفهمها في مجال بالفاميلي اللي هي الرولز. الرولز هي what expected of each family member، ما هو المتوقع من الشخص يكون أب يعني father or mother or brother or aunt whatever كان، ما هو لكل شخص له دور في الأسرة، يعني سواء كان أب أو أم أو أخت أو أخ أو أخت أو عمة، لكل شخص هو إلى دور. فهذا إحنا نسميه الفاميلي رولز. What expected of each family member، ما هو المتوقع تكون عم، شنو الدور المتوقع من تكون أب، ما هو الدور المتوقع. إذا هو الرولز اللي هو بالأم، يعني What expected of each family member. إن الرولز يعني الرولز تختلف عن الرولز. الرولز اللي هي بالأو ما هو الدور المتوقع من كل شخص لما يكون داخل أسرة. الفاميلي رولز اللي هي القواعد والقوانين اللي تدار بواسطتها الأسرة وتكون غير يعني انسبوكن، خلاص متفق عليها، يعني ما يحتاج الأسرة تتكلم بيها، هي متفق عليها وأصبحت أشبه بالقانون اللي يسير حياة الأسرة. فإذا هي الرولز هنا القواعد اللي تدار بها الأسرة. كيف تدار هذه؟ يعني هي قواعد متفق عليها لكل أسرة طبعا، إلها فدالية داخلية أو فد ميكانيزم داخلية تدار بها كل أسرة موجودة، يعني هناك اتفاق داخلي خلينا نقول أو آلية داخلية تدار بها هذه الأسرة. هل يكون مثلا الطاعة للكبير، هل يكون الطاعة لشخص بهم متعلم، هل هي تكون يعني تكون انسبوكن، يعني كأنما عادات وتقاليد اتفق عليها وتكون هي محور إدارة الأسرة، يعني كيف عملية صنع القرار. إن الناسينج ثيوري إحنا اللي نستفاد من عيته حتى نتعامل مع الأسرة أو حتى الكوميونيتي هيلث نيرس تتعامل مع الأسرة، نحتاج إلى أكثر شيء في مجال الكوميونيتي هي اليومان ثيوري. وتعرفون اليومان ثيوري هي تطبيقها في الرعاية الصحية الأولية، عندنا فيرست لاين والسكند لاين وعندنا البيزك ستراكشر. مكوناتها الفيرست لاين اللي هو الدور الوقائي، والسكند لاين هو اللي تمشي السكندري، وعندنا البيزك ستراكشر الخدمات اللي يعني تتوجه الى الاعضاء الرئيسيه. احنا لما نريد نطبقها في مجال الاسره البيزك ستراكشر مالتنا هو احنا العلاقه ما بين الافراد، يعني العلاقه ما بين افراد الاسره. يعني المهم دورنا as community health nurse المحافظة على شنو؟ على العلاقات داخل، مهمة تكون العلاقات بناءة، مهم يكون التعاون، مهم تكون العلاقات طيبة مع بعضه، لأنه أي تكسر في هذه العلاقات ما معناها صارت broken family
بروكن فاميلي، عوائل متكسرة، يعني عوائل محطمة من الداخل. فالبيزك ستراكشر في انه شلون نحافظ على هذه العلاقات within environment. يعني الميجر جول اوف ذا نيرس ان نيومان ثيوري هي المحافظة على البيزك ستراكشر. احنا اذا نريد نوصفها يعني مثلا بالبرايمري بريفنشن توجه للفيرست لاين، السكندري تتوجه للريزيستنس لاين، التيرشري تتوجه للبيزك ستراكشر. يعني شنو؟ يعني احنا اذا فشلنا مثلا في المحافظه على ظهرت عندنا الامراض واصبحت اصبح الانسان مصاب بمرض على الرغم من الاجراءات الوقائيه، اذا احنا يجب ان نحافظ على الاعضاء الرئيسيه اللي هي القلب، الرئتين. هاي لما نريد نطبق احنا النيومان ثيوري نحافظ عليه، يعني نحافظ مثلا من الاعضاء الرئيسيه عندنا داخل الجسم، اما يكون الكبد، اما يكون الرئتين، اما يكون القلب، يعني هذه الاعضاء الحيويه. فاحنا نحافظ على البيزك ستراكشر. هذا وين في لما نريد نطبقها في مجال الكوميونتي هيلث نيرس، او نريد نطبقها في مجال النيرسينج، ولكن في مجال الاسره احنا عندنا البيزك ستراكشر هي العلاقات الاسريه وروح التعاون مع بعضهم. الرول ادابتيشن هذه نظريه يعني تعرفون تواصلنا او الانتر اكشن وذ انفايرمنت تخلق عندنا ستريسر. هذه الستريسر ممكن تكون بايولوجيكال، ممكن تكون سايكولوجيكال، ممكن تكون سوشيال. احنا شنو الستريسر؟ يعني انا هسه دا انطي المحاضره وفجاه يصير عائق، فهذا نسميه احنا ستريسر. هذه الستريسر يعني تحول الادابتيشن، تحول التكيف الى شنو؟ مال ادابتيشن، الى عدم تكيف. يعني شلون مثلا اسره عندها مصدر من يصرف على الاسره، هذه عندها شخص يصرف على الاسره او يوفرهم القوت اليومي، فجاه هذا تعرض لحادث وتوفى، اذا صارت عندهم هنا ستريسر. وفاة هذا الشخص اللي هو المعيل مالتهم أصبحوا في ستريسر. هذا الستريسر تحول هذه الأسرة من عائلة إنه كانت متكيفة وأمورها ماشية المعيشية، وفجأة فقدت هذا الجانب، فقدت هذا الشخص، فقدت المعيشة مالتها. ما معناها أصبحت حالة ستريسر، تحولت من adopted family تو شنو ان مال ادابتد، يعني تحولت من متكيفه الى غير متكيفه بهذه الستريسر اللي هي صارت لوفاه هذا الشخص، نسميها هذه الستريسر. فدور الكوميونتي هيلث نيرس انه تقلل الستريسر، يا اما تقللها يعني تضمن معيشه هذه الاسره، يعني توفرها مصدر عيش فتقلل من الستريسر، قلل من الستريسر. فاذا دور رول ادابتيشن انه احنا تخفيف هذا الستريسر للارجاع الى هذا الوضع اللي صار هو مال ادابتيشن، يرجع الى الوضع الاولي اللي هو الادابتيشن. فوظيفه الرول انه يا اما بريفنت اور ريدكشن المن للستريسر لحتى يتحول الواقع الجديد اللي هو المال ادابتيشن المن الى الادابتيشن. النظريه الاخرى اللي هي النظريه الاجتماعيه اللي نستفاد من عندها ستراكشرال فانكشنال ثيوري. هذه شنو؟ هذه يعني التركيبه، يعني التركيبه الشيء تعطيه الوظيفه، يعني التركيبه الشكل والتركيب يعطي وظيفه. شكل الطير وتركيبة الطير بهذه الطريقة تعطي له وظيفة الطيران، وظيفة مثلا أو شكل التركيب، شكل الأسماك وتركيبها تعطي له وظيفة معينة. فبالضبط يكون شكل الأسرة وتركيبة الأسرة بهذه الطريقة، بهذه العلاقات، بهذا الإيثار، بهذه التفاصيل تعطي لها وظائف خاصة بها. ما هي الوظائف اللي تعطى وظائف الأسرة بناء على تركيبتها؟ الأفكتيف. الأفكتيف هو الجانب العاطفي، الإشباع العاطفي.
جانب الإشباع العاطفي. مهم الإنسان ينشأ في أسرة تشبع الجانب العاطفي لدى الفرد مالته، لأنه غالبية ذولي المجرمين إنهم يفتقدون إلى الأسر، ففاقد الجانب العاطفي لذلك هو يكون يتمتع بالقسوة أو يتميز بالقسوة، لأنه الجانب الوجداني هو مفقود. فوظيفة الأسرة هي إشباع الجانب العاطفي. السوشياليزيشن، عملية التطبيق، شنو؟ يعني تتعلم الأسرة ما هو السلوك اللي مقبول اجتماعيا، ما هو الشيء المقبول وغير المقبول. هذه شنو وظيفة من؟ وظيفة الأسرة. يعني الـ wanted behavior والـ unwanted behavior، تعلمهم العادات والتقاليد المجتمعية، عادات وتقاليد المجتمع، هذا ماشي في مجتمعنا وهذا غير ماشي وهذا مقبول وهذا غير مقبول. هذه وظيفة من؟ وظيفة الأسرة. الريبرودكتيف أيضا وظيفة التكاثر والمحافظة على النوع. والإيكونوميك هو الوضع الاقتصادي أو الوضع المعيشي، ضمان عيش. يعني وظيفة الأسرة هي تأمين الغذاء أو تأمين الاقتصاد المن لأفرادها. الهيلث كير هذه هو المهمة، إنه السيكين فور هيلث كير سيرفيسز في حالة إنه بعض الأفراد يتعرضون إلى المرض أو يتعرضون إلى العوى. فإذا وظيفة الأسرة هي الضمان الصحي، الضمان الصحي أو إنه تتكفل بعلاج هذا الفرد. فهذه وظائف الأسرة بناء من الترتيبة اللي تتمتع بها الأسرة. أنا تكلمت عن socialization process of learning roles and expected behavior of a society. تعليم، عملية تعليم، القواعد والسلوكيات المرغوبة في المجتمع. لذلك هذا هو نوع من ال self control، نوع من العوامل الضبط. يعني هذا الهدف من عيته أو عملية ال socialization هذه كلها هي نوع من الضبط، من ال self control أو عملية الضبط. إن الـ effective discipline should include three components. يعني عملية الضبط داخل الأسرة يا إما تكون positive supportive، يعني هنا عملية الدعم للعلاقة ما بين الـ caregiver والـ children، يعني خلال مرحلة الطفولة إنه هناك دعم واستناد من قبل الـ caregiver للـ child. وعندنا الـ positive reinforcement technique، عملية التشجيع للسلوك المرغوب. يعني لما الطفل هنا مثلا يعطي من ألعابه، أو طفل يتمتع بالأمانة، أو طفل، فهذا الأسرة تشجعه، تعزيز الـ يعني الـ positive reinforcement. هذه التقنية وهذه الآلية تعززها، تشجعه، تكرمه على هذا السلوك المرغوب، تكريم الطفل على هذا السلوك المرغوب أو تعزيز هذا السلوك. فإذا هذا النوع هو من عوامل الضبط. الطريقة الأخرى removal of reinforcement or use punishment، استخدام القوة، استخدام القوة أو استخدام العقوبة لمنع السلوك الرديء عند الطفل أو عند الفرد. يعني أما التعزيز يا أما الدعم يا أما العامل الآخر هو إزالة السلوك الغير مرغوب به عن طريق معاقبة الفرد لتقليل or eliminate undesirable behavior، حتى نمنع السلوكيات الغير مرغوب به، حتى لا يصير إن أنا الفرد هو مجرم أو يعتدي على حقوق الآخرين. إذا ما قدرت أنا بالتعزيز وما قدرت بالتشجيع الجيد للسلوكيات الجيدة أو للديزايربل بيهيفير، إذا يجب أن أمنع الـ undesirable behavior بالـ punishment، بالعقوبة، يتعاقب الطفل حتى يعرف أن هناك رادع من قبل الأسرة أو أسرته رافضة لهذا السلوك اللي هو غير مقبول في المجتمع. إذن هذه مراحل النمو، يعني في مراحل تكوين الأسرة.
شلون بتبدأ الأسرة وإجاب الأطفال، وبعدين مرحلة البري سكول، مرحلة السكول إيج والتين إيج والفاميلي، لتصبح في عمر يعني العمر المتوسط بالميدل إيج والفاميلي، زي ليه تطور إنه قسم من الأفراد تغادر الأسرة أو قسم يعني تكون أسر جديدة. فهذه المراحل الطبيعية اللي أو يعني المراحل الطبيعية اللي تمر بها تكوين الأسرة. الفاميلي أسسمنت، إحنا بالأسسمنت عملية أو كلمة أسسمنت هي جمع معلومات، الغاية من جمع المعلومات إنه نشخص، الغاية من جمع المعلومات نحللها ونشخص، النيرسينج دايجنوسيس. اللي عملية جمع المعلومات هي about family structure والريليشنشيب اللي يكون والتفاعل اللي يكون داخل أفراد الأسرة. تركيبة الأسرة من وين تتكون، هسه نجي على تركيبة الأسرة، وعندنا الريليشنشيب هو علاقات الأفراد مع بعضهم مع بعض، وهي continuous process. continuous process ليش؟ لأنه كل أجزاء الأسرة هي dynamic، الأسرة هي dynamic undergo change، على طول تتغير الأسرة، يموتون البعض وينجب فرد آخر ويزوج فرد آخر ويكون أسرة، فإذا هي دائما في تغيير. لذلك إحنا في عملية الأسسمنت هي جمع معلومات سواء عن الستركتشر أو الريليشنشيب اللي يكون ما بين الاندفجوالز أو ما بين الممبرز مالتهم. عندنا الانستروماد عندنا نوعين، هي جينوغرام. جينوغرام هو شجرة العائلة، شجرة العائلة. طبعا شجرة العائلة يعني على الأقل إنه يعني شجرة العائلة تعرفون يعني شلون تتفرع. والإيكو ماب، الإيكو ماب هي هذه تقدم لنا فد فيجوال برزنتيشن، تعطينا فد صورة مرئية المن لعلاقة هذه الأسرة في ماذا قدمت هذه الأسرة لمجتمعها. لذلك نقول إحنا فيجوال برزنتيشن، ماذا قدمت هذه الأسرة لمجتمعها. بعض العوائل مثلا قدمت أبطال، قدمت شهداء، قدمت محررين، قدمت علماء، فما هو دور هذه الأسرة بالنسبة للمجتمع، يعني الانيرجي مالتها بالنسبة للمجتمع، يعني أو نسميها الكواليتي اوف فاميلي ريليشنشيب، ما هي قوتها وفاعليتها والانيرجي مالتها اللي قدمتها للمجتمع. الفاميلي ستراكشر يا اما تكون انواعها، يا اما يكون نيوكليير فاميلي يعني هو الزوج والزوجه والاطفال مالتهم، الاكستندد فاميلي يعني بالاضافه الى النيوكليير فاميلي اكو عندنا اشخاص اخرين اللي هو الجيد اللي هو او العمه او يعني وات ايفر فام اللي هو ريليتد للام لو ريليتد للاب. زين ممكن يكون الجد اللي هو اب الوالد او ام الوالد، او تكون اب الوالده او ام الوالده او عمتها او اخوالها، فيعني هذا ريليتد يعني الاكستندد فاميلي بالاضافه الى نيوكليير فاميلي. اكو هناك اخرين هي عائدة الى البلد تايب او عائدة لرابطة الدم. البلدد فاميلي يعني يا اما يكون يعني طرف واحد يكون من الاسرة، يا اما الاب يا اما الام، يكون يا اما الاب يا اما يكون الام. السنجل فاميلي ايضا يا اما بالانفصال، يا اما يكون بالانفصال، يا اما بالوفاة، يا اما بالطلاق، نفس الشيء. اما فيقول الاطفال single mother and their children، هذا هو افضل يعني شلون نقول اهم ما في محاضرتنا.
فلما احنا نستفاد من انتر بالابلكيشن بالنسبه للنيرسينج ابلكيشن، انه تلعب الممرضه الصحه في المجتمع دور فايتال رول لتقديم الكولابوريشن او البوزيتيف سبورت، تقدم لنا البوزيتيف سبورت بالنسبة للأسرة. هذا أهم ما جاء في محاضرتنا، إن شاء الله تكون محاضرة يعني واضحة، وأسمع من إلكم إن شاء الله. من نلتقي.